استاذ منتصر، انا بقول ايه اليوم الحلو ده؟ يوم حلو جدا على جمهور نادي الزمالك. النهارده كلها اغاني. ها اليوم مكسب ايه اليوم الحلو ده؟ طبعا الفنان احمد سعد الرائع. بالتاكيد الفرحه بتبقى حلوه كابتن خالد. جمهور نادي الزمالك يستحق انه يفرح. اكيد الفوز بنهدي المستشار مرتضى منصور، اتحمل كتير جدا عشان خاطر نادي الزمالك وعشان خاطر الفريق ده، دعم الفريق بكل قوه حتى بالصفقات اللي بعدها موفق وبعدها لم يوفق حتى الان، وعندنا امل كبير جدا ان شاء الله انه يبقى لهم دور في الفتره اللي جايه. بنشيد بكل اللعيبه، النجم هو نادي الزمالك، مفيش لعيب بعينه. مستر فيريرا النهارده وكل الجهاز الفني معاه، الكابتن اسماعيل يوسف طبعا ليه دور كبير جدا، الاستاذ امير مرتضى وكل الجهاز اللي معاه، الكابتن اسامه عبد المقصود والكابتن المطار، كل المجموعه اللي موجوده بالتاكيد لعبت دور. زي ما بنقول ان الخساره الجميع بيتحملها، بالتاكيد ان المكسب بيبقى يعني نتاج منظومه متكامله بدعم مجلس الاداره المحترم الواقف في ظهر رئيس نادي. عايزين نقول لنادي الزمالك محتاج الدعم الفتره اللي جايه من كل الناس اللي بتحاول تنهش في جسده، من الناس المنتسبه لنادي الزمالك وبتدعي يعني انها منتسبه وبتحب الكيان وبتحاول انها تجيب لجان تديره على غير العاده. ده شيء مش موجود غير في للاسف في نادي الزمالك. نادي الزمالك محتاج انه الفلوس بتاعت امام عاشور تدخل دلوقتي، محتاج الناس الحاجز على رصيده نادي الزمالك ولو لمره واحده تقف جنب نادي الزمالك، ما يبقاش الناس بس لما نكلمها في التليفون بس او الزملاء يكلموها في التليفون يقول لك لا ده انا بحب الكيان وانا هفضل في ظهره وانا مش حاز الانتخابات وانا هفضل ادعمه. احنا عايزينك تدعمه، انك انت ما تبقاش سكين في ظهر نادي الزمالك وحاجز على ارصدته. النهارده نادي الزمالك محتاج يسافر الجزائر، محتاج يبقى في طياره خاصه للماتش، نقل الى عنابه، مباراه شباب بوليزات هتبقى ملحمه كرويه، مباراه اصعب من مباراه الترجي بكتير جدا لانك انت مع منافس ايضا على بطاقه التاهل. يبقى فريق الترجي فريق محترم، فريق بطل، فريق كبير جدا، كسبنا في رادس، كسبناه النهارده في القاهره، لا يقلل من فريق الترجي ونبيل معلول والجهاز الفني المحترم اللي بيقود الترجي الرياضي التونسي. بنقول لهم هارد لك النهارده، لسه البطاقه او البطاقتين على هذه المجموعه حائرتين ما بين الاربع فرق. اتمنى ان شاء الله ان احنا نبني على مباراه الترجي النهارده. فرحنا وبنشكر اللعيبه، لكن لسه احنا ما حققناش حاجه. ان شاء الله يا رب يا رب يكون بطوله افريقيا ان شاء الله والمنافسه على اللقب من نصيب نادي الزمالك ان شاء الله.